السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب هذه الدعوة النبي تعهد أن كل من دعا بها في حالة الكرب إلا استجاب الله له ما دعا بها إنسان إلا استجاب الله له سبحانه وتعالى ما هي, ما هي هذه الدعوة دعوني أولا أقرأ لكم هذا الحديث النبوي الشريف ثم نتأمل هذه المعاني العظيمة ونحفظ هذا الدعاء الذي هو عبارة عن تسع كلمات قد تغير حياتك بالكامل، لذلك لا تستخف أخي الحبيب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمات طبعا من القرآن وهي دعاء لنبي كريم أنقذه الله من كرب شديد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوة ذنون عليه السلام وهو النبي يونس التي دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع مسلم بها في كربة إلا استجاب الله له سبحان الله والله أيها الأحبة حديث عظيم جدا لم يدع بها مسلم في كربة إلا استجاب الله له طيب ما هو سر هذه الكلمات ولماذا أكد عليها النبي في حالة الكربة النبي يونس عليه السلام خرج مغاضبا مخالفا امر الله عز وجل عندما لم يستجب له احد من قومه فعرضه الله لاختبار اريدك اخي الحبيب ان تاخذ من هذه القصه عبره في حياتك البلاء الذي نحن فيه هو اختبار يجب ان تنظر للبلاء على انه اختبار وامتحان من الله عز وجل ليختبر قوه صبرك وايمانك وماذا تفعل في الظروف الصعبه نحن نعرض أي طالب أو أي إنسان يريد أن يدخل في مسابقة للعمل أو للدراسة أو يخضع لامتحان لدخول جامعة أو غير ذلك نعرضه لظروف صعبة أن يجيب عن مئة سؤال مثلا خلال ساعة هذا الظرف الصعب يثبت قدرة الطالب على الإجابة ويثبت كفاءة هذا الطالب وهل هو مجتهد هل هل درس أم لم يدرس؟ نختبر قوة معلوماته إلى آخره. كل شيء أخي الحبيب يصيبك من هم أو غم أو تعب أو مرض أو غير ذلك أو أذى، اعلم أنه اختبار من الله سبحانه وتعالى. كما اختبر النبي يونس عليه السلام. النبي يونس تعرض لظروف يعني لا أتصور أن هناك أحداً على وجه الأرض يتعرض لها الآن. انه كان في بطن الحوت، وبطن الحوت مظلم ظلام بطن الحوت، ه هذه الظلمة الأولى، وظلام البحر، الظلمة الثانية لأنه في أعماق المحيط أو أعماق البحر، والظلمة الثالثة ظلمة الليل، فإذا دخل في جو من الظلمات لا أحد يسمعه، نحن الآن قد نتعرض لكارثة، يتعرض أحدنا لحرب هناك وسائل متاحة يعني يبقى هناك وسائل اتصال، وسائل شخص يساعدك، شخص ينقذك، هناك وسائل أما هنا غابت الوسائل <applause> يعني قوة هذه الكلمات تأتي من الموقف الذي عاشه سيدنا يونس عليه السلام أن كل وسائل الإنقاذ غابت تعطلت أساليب البشر وهذا الموقف لو تعرض له احد اليوم لا يمكن لاي قوة في العالم ان تنقذه، اعطوني قوة في العالم قادرة على ان تخرج انسانا من بطن حوت في ظلمات البحر، نحن نعلم ان هناك غواصة غرقت قبل مدة تحدثنا عنها، فيها كل وسائل الاتصال وفيها وحجمها كبير ومعروف موقعها ومعروف أين أبحرت وأين غطست وكذا وكذا و... والعمق الذي نزلت إليه وكل وسائل المراقبة ومتصلة وال... بالأقمار الاصطناعية وغير ذلك على الرغم من ذلك عندما فقدوا الإشارة جلسوا أيام يبحثون عنها <applause> ثم أخرجوا الناس موتى لم يتمكنوا من إنقاذ إنسان في مثل هذه الظروف فالله هنا أعطانا مثالا قويا جدا أن في ظروف لا تستطيع يد البشر أن تمتد لإنقاذك ولا توجد قوة في الكون تستطيع أن تصل إليك في هذه اللحظة الله قادر أن ينجيك فعندما نادى في الظلمات يقول الله تعالى: فنادى في الظلمات أن هنا هنا التسع كلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نادى بهذه الكلمات التسعة فاستجبنا له فورا والفاء هنا في اللغة تعلمون أيها الأحبة هناك فرق بين الفاء والواو الفاء تأتي لسرعة الفعل جاء زيد فعمر فورا يعني الواو فيها نوع من التراخي فيها الزمن سبحانه وتعالى استخدم حرف الفاء قال فاستجبنا له لي لي ليجعلك تعيش في هذه الظروف وكأنك معه وكانك مع سيدنا يونس عليه السلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فهذه الكلمات التسعه النبي عليه الصلاه والسلام يؤكد لنا انه ما من عبد مسلم دعا بها في كربه الا استجاب الله له صلى الله عليه وسلم والله ايها الاحبه من يغفل عن هذا الدعاء خسر كثيرا من يغفل عن دعاء سيدنا ذنون يخسر الكثير حقيقة فلذلك أخي الحبيب احفظ معي هذا الدعاء والأهم من الحفظ أن تكرره كل يوم لا تنتظر حتى تأتي الكارثة لا تنتظر حتى يأتي الضيق أو الكرب قل هذا الدعاء في حالة الرخاء تجد ان لسانك تعود عليه فتقوله مباشره في حاله الشده لان سيدنا يونس حقيقه كان من المسبحين كان لسان حاله دائما يقول سبحان الله كان يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذا دعاء بشكل طبيعي يقوله فلما تعرض لهذه الضائقه وهذه الظلمات وهذه الكربه بشكل لا شعور قاله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لذلك هذا الدعاء مهم بالنسبه لكل انسان يعيش في حاله حرب في حاله يخشى من كارثه وقد تقع كارثه او ظاهره طبيعيه مثل زلزال او اعصار او فيضان او الى اخره فاذا عودت لسانك على هذا الدعاء تجد انك لا شعوريا تجد لسانك ينطلق بهذا الدعاء في حالات الشده والكربة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت اعتراف منك بانه لا اله الا الله قادر ان ينقذك. غابت وسائل البشر وعجزت كل القوى في العالم عن انقاذك ولكن الله قادر ان ينقذك. سبحانك يعني يا رب انا انزهك عن عدم الاستجابه. انت يا رب اكبر واعلى ومنزه عن الا تستجيب من دعاك بصدق فسبحانك هنا فيها نوع من التعظيم والتنزيه لله عز وجل انه قادر ان يجيب من يدعو من يدعوه اني كنت من الظالمين اعتراف منك بخطئك بظلمك لنفسك بنسيانك لاوامر الله ومن منا لا يخطئ اليوم من منا اليوم في هذا العصر بالذات لم يعني يخطئ كثيرا من إلا ما رحم ربي طبعا فلذلك هنا أخي الحبيب هذا الدعاء والله مهم جدا أن نحفظه ونكرره سبع مرات احرص على تكراره في المساء في الصباح في كل مناسبة ليكن لسان حالك دائما يقول لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل كرب ومن كل هم او ضيق انه على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته